الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي في كل مكان. النهارده هنعمل عجينة العشر دقايق. المقادير هقول لكم المقادير عليها. كوبايتين ونص دقيق، ماشي، ومعلقة ملح صغيرة، معلقة خميرة صغيرة، معلقتين سكر، معلقة زعتر، وكوباية مية دافية، ونص كوباية زيت. تمام. أول حاجة هنعملها هناخد كوباية بس من الدقيق، ماشي، هنشتغل عليها. تمام كده، كوباية دقيق واحدة، وهنحط معاها كوباية المية والخميرة والملح والسكر، وهنجيب المضرب أو بالمعلقة زي ما تحبي، وهنقلبها جامد جامد جامد. لما كله يدوب في بعض، بعد كده هنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. هنضرب جامد جامد. تمام. بعد كده هنسيبها ترتاح، هنغطيها بأي حاجة وهنسيبها ترتاح في أي مكان دافي لمدة 10 دقايق، وهنرجع نكمل بقية المقادير. ودلوقتي رجعنا يا بنات بعد ال10 دقايق. هنحط كوباية، حطينا في الأول كوباية دقيق واحدة، هنرجع نحط كوباية ونص بقية المقادير، كوباية ونص دقيق. تمام. أدي كوباية وأدي نص. كده هنحط، كده حطينا الكوبايتين ونص كلهم، هنحط معاهم نص كوبايه الزيت والزعتر، وهنرجع نقلب بالمضرب بالراحه معانا لغايه لما العجينه كلها تمسك في بعضها بالراحه عشان الهواء يخش ما يخشش فيها. دلوقتي انا نزلت العجينه من المضرب، وهبدا اعجن بايديا والم العجينه بايديا. عشان نعرف نعجن العجينه كويس، لانها تحتاج عجن كويس. نعجن لغاية لما نحس العجينة خلاص ما بقتش ماسكة في ايدينا، نعجنها قوي. نبدأ نلفها كده جامد، انتوا شايفين ان هي خلاص، تحس ان هي خلاص ما بقتش ماسكة. نعجنها كويس. ممكن ناخد شوية دقيق بسيطة نلم بيها، وكده هتبقى جاهزة لعمل كل حاجة. ممكن بيتزا، ممكن كرواسون، ممكن ميني بيتزا، يعني هتبقى معاكو عجينة لينة طرية هشة تنفع في جميع المخبوزات، تحتاجيها في اي وقت. تمام. اهي ممكن ناخد منها، اهي بقت زي الفل، اهي خالص مش ماسكه في ايديا خالص. نسيبها بقى كده وناخد منها اللي احنا عايزينه. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك.